أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة من تغطيتنا المستمرة معكم على مدار الساعة في إكسترا نيوز، ونرحب في هذه الساعة بضيفنا في الاستوديو الأستاذ إسلام الكتتني، خبير الحركات الإسلامية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذتي. يعني في الحقيقة أنه مع كل إنجاز بيتعمل وبنحققه كان دايما بيقابل بطوفان من الشائعات والأكاذيب من قبل الجماعات الإرهابية وأذرعها، لذلك جانب من المعركة أو ربما نقول ركن أساسي في هذه المعركة كان متعلق دائما بالوعي، وعي المواطن المصري. وإحنا هنا بصفة أساسية وفي هذه الفقرة طبعا هنحاول نحلل اعتمادية الجماعات الإرهابية على فكرة الشائعات كسلاح استراتيجي لديها. هنا بتوجه بالسؤال لأستاذ إسلام. أستاذ إسلام، يعني الشائعات والأكاذيب موقعها إيه في فكرة هذه الجماعات؟ لو هنتكلم عن حجم الاعتماد عليها بيشكل كم في المية من استراتيجيته؟ اولا تحياتي لحضرتك وتحياتي المشاهدين، وقبل ما نعرج على الحته دي نهنئ فريق الاهلي ونهنئ فريق الزمالك، الاثنين ولاد مصر، الاثنين مصريين، لانه في البعض ونركز، ويمكن شفنا الكلام ده احد النقاد المشاهير ممن يوالون ويؤيدون هذه الجماعه التي تحاول زعزعه امن واستقرار مصر، بث تصريحا في غايه الخبث لزرع الشقاق والفتنة ما بين الناديين الكبيرين والجماهير العريضة سواء هنا أو هناك، حتى يحدث فتنة يلعبوا على جماهير الكورة. ودي من أحد الأدوات فكرة التعصب الكروي، لذلك احنا بنقول يا جماعة لا للتعصب الكروي، ونخلي بالنا دايما من هذه التصريحات الخطيرة اللي بتحاول هذه الجماعة وأذرعها، لأنه هذا الرجل يعتبر أحد الأذرع، وإن كان لا ينتمي تنظيميا ولكنه يؤيد هذه الجماعة، لبث هذه الفتنة في، ولكن الله حافظا لمصر ووعي الشعب المصري كان بالمرصاد. ودينا شفنا بعد المباراة احنا اتنين حبايب، اي نعم انا بزعل على الفريق، لكن في النهاية بتاخد وقتها وخلاص، احنا حبايب بناخد بعض بايه؟ بالاحضان، لاننا كلنا ولاد مصر. وده بيقودنا لحاجة انا دايما باكد عليها، مبادرة يوم المواطنة، ان احنا نخصص يوم في السنة نخليه كده اسمه يوم المواطنة، زي يوم العلم ويوم الشهيد ويوم المرأة وعيد الام وكده، على اساس ان احنا نضرب الناس اللي بتحاول تفتن فتنة مسيحي، فتنة مسلم، فتنة اهلاوي، فتنة زملكاوي، فتنة صعيدي، فتنة بحراوي، احنا ولاد مصر. فلذلك انا بأكد على هذه المبادرة ان شاء الله، وان شاء الله تتبناها القيادة، واعتقد انها هتتبناها يوم المواطنة، كلنا مصريين وكلنا ولاد هذه البلد، وكلنا عندنا الوعي ان شاء الله امام هذه الدعوات التي تستهدف النيل من امن واستقرار وزعزعة الدولة العظيمة اللي كلنا بنحبها، بلدنا العظيمة مصر. نيجي بقى للحاجة اللي هي تميزت بيها هذه الجماعة. فكرتيني أنا تخصص اللغة العربية، بتقولي لي هي إيه موقعها؟ هي موقعها مبتدأ وخبر، هو يعني إيه 100%؟ يعني مش مثلا كم في المئة، مثلا 50، لا ده هي 100%. يعني فكرة الأكاذيب هي حاجة يعني بقت من الجينات والمميزات التي تتميز بها، ودي حاجة يعني الواحد يأسى لها. يعني إزاي، يعني فكرة إزاي أنت في الأساس، يعني قبل ما نحلل السياسة، إزاي أنت راجل بتدعي وبتدعو إلى الإسلام والتدين وتكذب؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني حذر، يعني قال لك المؤمن ممكن يعمل أي حاجة، يغلط أي غلطات، لكن ما عمره ما يكذب. هو في الحقيقة دي نقطة محورية يا أستاذ إسلام، أنه دائما ما بتكون هذه النقطة هي المفصلية لدى هذه الجماعة. نعم. فكرة الدفاع عن الدين والادعاء بالدفاع عن الدين طول الوقت والدفاع عن الوطنية، تعقيب حضرتك إيه على هذه النقطة؟ لا ده الموضوع ده بقى يعني قتل بحثا، يعني هم أبعد ما يكونوا عن الـ 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 الوطنية، وأبعد ما يكونوا عن التدين والدين الصحيح اللي هو، يعني أنت أمام إيه؟ أمام جماعة طول الوقت بتمارس شعارات براقة، شعارات جميلة حلوة، وأول ما أي حد يسمعها الله إيه الكلام الجميل ده، يا سلام، ده ما هو الإسلام أصلا جميل، فهو لما يجي ياخد لك شعارات منبثقة من هذا الدين عشان يدغدغ بها العواطف بتاعتك، عشان ايه بالبلدي كده يجر ايه؟ يجر رجلك. اول ما بس تخش جوه بقى، اذا كان ربنا هينور بصيرتك ايه بقى ان شاء الله هتتعافى، لا والله هيطمس على بصيرتك، هتستمر في هذا الطريق وتتنكب للاسف العناء في انك انت يعني فشلت في فهم الدين فهم صحيح اللي هم دايما يدعوا ان هم بيفهموه. لذلك من المعاني الجميله ل 30 يونيو، بعيدا عن التحليل السياسي وبعيدا عن المعاني السياسيه، أن انتصر إسلام العوام
انتصر اسلام صحيح. العوام وايمان العوام، الناس البسيطه اللي هو الدين الفطري بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه، اللي ما فيهوش كلاكيع، اللي ما فيهوش فزلكه، الحاجه الفطريه الطبيعيه، هو الدين دين فطره. انتصر على اسلام الخواص النخبه اللي هم الجماعات دي بقى، لان هم بيدعوا، هم طبعا هم شايفين نفسهم بقى هم اللي بيفهموا الدين، وهم بقى احنا بقى ما خالص بعيد خالص عن سكه الايمان والتدين. وبنشوف مواقف كثيره جدا 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 لما تيجي يعني يعني تضعيها امام الاسلام الصحيح بعيده كل البعد. يعني لو خدنا امثله كثيره جدا، يعني فكره مثلا يعني من الحاجات اللي احنا الواحد بيستغرب ليها يعني احنا ما كناش كده، مش عمرنا ما كنا كده، فكره الشماته في الموت مثلا. يا سلام على الشماته في الموت. اساتذه يعني حتى هم على في تعبيراتهم، النهارده عندنا حفله، انت متخيله واحد متدين يدعي التدين ويقول لك انا عندي النهارده حفله شماته، أنا النهارده مات عفوا وائل الابراشي، او مات المستشار تهاني، أو, او 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 اي حد من رموز 30 يونيو اللي هم كان لهم موقف معارض. هو انت يعني مش متقبل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى فيه الناس تختلف عليه، يعني انت مش متقبل حد يختلف عليك؟ مش متقبل حد ينزل عليك ثوره يا عم؟ فعلا لنقطه مهمه قوي، وهي الحديث دائما عن الديمقراطيه وعن الحريه. هذه الجماعه كانت دائما ما بتتحدث، بما انه حضرتك ذكرت نعم. الشعارات البراقه وبكل وضوح نظامهم حتى الداخلي ربما لا يجد من يبحث فيه أي أثر لهذه القيم، بل بالعكس فيه دائما مسألة السمع والطاعة هي السائدة. دي جاية لعدة اعتبارات. أولا المنهج نفسه يقول لك إيه، إحنا فكرتنا قائمة على فكرة شمولية الإسلام. الإسلام دين شامل، لكن هو عشان جماعة حب ياخد فكرة الشمولية ويطبق عليه هو، يعني متفاهم الاسلام اللي هو في الارض في العالم كله في الارض كلها وعلى امتداد الزمان ومن ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حب يحصره في مين؟ حصره فيه هو، فبيت النظره انا اللي ايه فاهم، يعني حصره في الناحيه الدعويه وحصره في الناحيه السياسيه، فلما يبقى هو محصور فيه انا السياسه كلها عندي، انا الدعوه كلها عندي، انا التربيه كلها عندي انا بس، يبقى ما عداي اقل مني بكتير ما يفهمش، انا اللي بمتلك الحقيقه لان انا عندي المفاتيح كلها، انت ما عندكش كل المفاتيح، فانا عندي كل المفاتيح بتاعه الاسلام، فبالتالي الاسلام في ايه؟ في سياسه ومش عارف وفن وحاجات كتير وتربيه وجهه، كل الحاجات دي انا يعني الم بها 100%، اي حد تاني لا يلم بها ايه؟ 100%. فلما يبقى هذا التصور موجود في النفسيه بالتدريج كده، بالتدريج في النفسيه، هيبقى ايه الواحد؟ نظرته للناس ده انا اللي بفهم اكتر، فهنظر نظره ايه؟ عفوا دونيه اقل. وده يفسر لما جه سيد قطب تميز بخمس افكار رئيسيه، سيد قطب من ضمنهم فكره الاستعلاء بالايمان. الاستعلاء اللي هو ايه؟ فكره ان انت تعتز بدينك. هو المفروض كده؟ لا، هو المقصود مش كده، المقصود ان انت عشان ما بين قوسين يعني انت اللي بتفهم الاسلام فهم صحيح، فانت عندك انت زايد، انت عندك حته زياده عن الناس الناس العاديه او حتى الناس المتدينين الاخرين، يعني انت زايد عنهم، انت تفرق عنهم، فهيتولد نتيجه هذا الشعور ايه؟ كبر. وده شفناه لما وصلوا للسلطه، شفنا مدى الصلف والغرور في ممارسه الاخوان. تعالوا شوفوا في تعاملهم مع وسائل الاعلام، ده هم كانوا يتمنوا يعني حفلات الشماتة اللي عملوها مثلا على سيدي على الله يرحمه نحتسب عند الله شهيد الاستاذ وائل الابراشي من شهداء الكورونا، كانوا يتمنوا انهم يظهروا في برنامجه، وياما اظهر ناس يعني على سبيل لما كنا مخدوعين في الاخوان من 20 سنه مثلا ان هم مثلا ايه معارضه او الناس ليهم اراء ولازم نظهرهم وكلام زي كده، الراجل اتاح لهم الفرصه، تنكروا لكل ذلك وعملوا عليه حفلات شماته. مين وائل ده؟ ده هو اللي نجمكم. فكانوا يتمنوا الظهور في برنامجه، وبعد ما اخذوا السلطه تعالي شوفي التعامل كان ايه، شوفي كل الاعلاميين يقول لك ايه ده ايه ده، هو ده عصام الاعلام اللي كان يتمنى بس نرفع يعني نرد عليه في التليفون. دعوات للقتل وتهديدات للقتل. فدي نفسيه ايه بقى؟ انا احسن منك، انا شايف نفسي عنك. لذلك سياسيا انا بتعجب من مين؟ من بعض التيارات المدنيه، البعض مش كل، اللي هو بيعمل نوع من التعاطف مع الاخوان سياسيا. طب انت مش فاهم يعني الافكار بتاعه الجماعه، انت متعاطف على اي اساس؟ ما هي الجماعه كده كده مش بتعترف بيك انت اصلا، انت طيب هي دي نقطه محوريه جدا في هذا النقاش، وعلشان كده انا بستاذن حضرتك احنا هننتقل الى فاصل ونرجع. اول حاجه هنبدا بيها هتكون هذه النقطه علشان حضرتك تشرح لنا كيف تلتقي المصالح كل هذه الاطراف.
إذن مشاهدينا طبعا تغطيتنا مستمرة معكم، ابقوا معنا. تغطيتنا مستمرة معكم وعدنا بعد الفاصل مع الأستاذ إسلام الكتتني خبير الحركات الإسلامية. أستاذ إسلام، يعني توقفنا قبل الفاصل عند نقطة مهمة جدا، هي أنه في ناس لم يكونوا جزء من هذه الجماعة ولكنهم جزء من الترويج لأفكارها ولأغراضها في هذه المرحلة. كيف تلتقي مصالح هذه الأطراف؟ تمام. هو بص، كان في حاجة في الجماعة يربوا بها أفرادهم، يعني على إيه، يقول لك إيه، قاعدة التوظيف قبل التجنيد. إنه يوظف مش شرط ده يبقى جوه التنظيم، بس إحنا نحاول نستغله لأقصى درجة ممكنة، يستغله كل الفئات، إعلاميين، رياضيين، فنانين، أي مكان، المهم إن إحنا نحاول يبقى فيه نقاط التقاء مع هذه الشخصية ونعمل معاه تعاون بحيث إن إحنا يعني إيه نزقه في الاتجاه اللي إحنا عاوزينه. وممكن يكون هذا الشخص بإرادته أو بطريقة إيه غير مباشرة، بس طبعا في الغالب بتبقى طريقة مباشرة، بيكون هو أصلا متعاطف معهم أو ميال، لكن هو مش عاوز يدخل التنظيم أو في يعني حاجات تمنع أنه يعني يدخل التنظيم، ممكن يكون في منصب معين أو إلى آخره. لكن في كل الأحوال هو بيحاول إيه، لأنه مثلا على سبيل المثال كان هم بعض أفرادهم اللي هم مثلا كانوا متفوقين مثلا في الجامعة في, 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 في الكلية أو في الجامعات المصرية، يقول لك لا أنت مش نحيدك، نخليك كده إيه تتفوق، بحيث إيه عشان يعني ما حدش ياخد لباله منك وخاصة الأجهزة، فأنت إيه عشان إيه تاخد ترتيب وتقدير امتياز والأول على الدفعة عشان تتعين إيه معيد، ساعتها بقى إيه تعلن عن نفسك لما تتعين بقى، فأنت تبقى راجلنا فين في في في. فكان ليهم هذه الوسائل عشان إيه ينفذوا إلى أو إنه يظل خلايا نائمة. ما هي دي اللي إحنا بنقول عليها الخلايا النائمة، بس ففي ناس بتبقى خلايا نائمة بس هي من الإخوان، وفي خلايا نائمة بس مش منتمي داخل التنظيم. فهم إيه بيحاولوا إن هم إيه يعني يحشدوا كل هذه الطاقات في النهاية عشان إيه يصب اللي في مصلحة إيه اللي عاوزاه الجماعة، أو الهدف اللي إيه عاوزاه الجماعة في المرحلة دي أو في الوقت ده أو في القصة دي، بحيث إن أنا إيه أدفع في هذا الاتجاه. يعني مثلا على سبيل المثال حاليا إحنا بنشاهد الجماعة مثلا مركزة تماما على فكرة اليوتيوبر. يعني في يعني 10 الى 20 واحد كده يعني بيستغلوا انتشارهم او بيحاولوا هم طبعا يدفعوا في فكره ان هم ينتشروا اكثر واكثر بطرقهم الخاصه، بحيث ان هو ينشر الايه الافكار بتاعه الاخوان على اللي هي ملخصه ان احنا اتظلمنا ورابعه ومرسي كان لازم يكمل الايه هذه المهاترات يعني. فيبدا ايه يستغل هؤلاء الاشخاص وايه يروجوا عشان يروجوا لهذه، وهم عن طريق جمهورهم، لان جمهورهم دلوقتي مش موجود بس في مصر، كذا دوله عربيه واوروبيه، فهو يفرح بقى. لان من ضمن الحاجات على فكره اللي تميز بعض الاعلاميين او كل الاعلاميين واليوتيوبر اللي هم يعني يؤيدوا او منتمين للاخوان صراع اللايكات، مين يجيب لايكات اكتر. على فكره انا بتكلم كلام في غايه ربنا يعلم في غايه الدقه، والكلام ده انا مسؤول عنه. جزء كبير من القصه انا بجيب لايكات اكتر، فبالتالي الـ 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 الفيديو بيتشاهد اكتر، فبالتالي ممكن يجي لي ايه يعني استفيد ماديا من خلال اليوتيوب والكلام زي كده. وفي بعض الخبراء بيصنفوا هذه الجهات على انها ميليشيات الكترونيه طبعا. اللجان كيف بتعمل بقى؟ ما زي ما قلت لحضرتك، هو في يوتيوبر، في صفحات السوشيال ميديا، في اللجان الالكترونيه. اللجان الالكترونيه دي من اخطر الاشياء. ليه؟ بعد 2017 الحمد لله الدوله نجحت نجاح باهر في انها ايه تحجم هذا التنظيم، وانها تضع خريطه كامله لكل التحركات وكل مناطق الضعف والقوة اللي كان يتميز بها، وخلاص يعني الموضوع ايه حسم، وكان ده امر مفروغ منه، هو هيحسم وحسم بفضل الله لصالح الدوله المصريه. طيب باقي الافراد، ما هو التنظيم حوالي 300,000 اللي هم يوصفوا اللي هو ما بين قوسين اخ عامل. طب 300,000 في جزء منهم راح بره مصر، في جزء بيتحاكم، لكن في جزء عادي ما اللي هم العاديين، الافراد العاديين، فقاعدين وسطينا، ده غير السيدات غير الاطفال، يعني هو الموضوع يعني العدد اكبر من كده. قاعدين وسطينا كمصريين بيعملوا ايه؟ قاعدين على النت، اللي هي فكره ايه؟ انه بياخد تكليف انه احنا عايزين نعمل الهاشتاج الفلاني،
فتلاقي يصدر الامر فكل المنتمين اللي ما زالوا في التنظيم يعني وما زالوا على يعني بيتلقوا الاوامر، لان احنا عارفين ان التنظيم بيعاني من حاله برضه ضعف وهلهله، لكن في نفس التوقيت برضه من ناحيه اخرى ما موجود الى حد ما، فاللي موجود بيبدا ايه، لان برضه اللي بيساعد اكتر من بره يعني اذا كان هو هنا في حاله هلهله لكن في من بره فكله بيضم على بعضه، فيبدا ايه بقى في تكليف ان انتوا الهاشتاج ده ترفعوه، يروح الهاشتاج ده ينتشر، في تكليف ان نعمل ترند معين، في تكليف ان احنا مثلا ناخد تصريح لصحفي معين متعاطف سنه معانا او مش عارف سياسي معين متعاطف نروح نلمح فيه، وده بنلاحظها بوضوح في القنوات اللي ايه بتروج لهذه الجماعه، ان تلاقي بعض التصريحات الصحفيه تلاقي ايه يركز عليها دون الاخرين، ليه؟ عشان الصحفي ده متعاطف سنه مع الاخوه فيلمعوا فيه وايه ينفخوا فيه عشان ايه بقى ايه نجم، وهو ده اللي احنا القاعده اللي احنا بنقول عليها اللي ايه التوظيف قبل التجنيد، ويفرح طبعا ايه هذا السياسي وبتاع ده ايه ده انا ما شاء الله بقيت ايه مشهور وايه المشهور دي جات ازاي، ما انت الاخوان منتشرين في كذا دوله، لكن لو احنا جينا على الواقع امشي في الشارع محدش يعرفك. تمام، ودي تميز كثير من النخبه والنشطاء، تلاقي ايه نجوم على ايه على السوشيال الانترنت فقط في الشارع محدش يعرفهم، ودي وده المحك الرئيسي الشارع الناس، انت بتعمل ايه للناس. فدي من ضمن الحاجات اللي هي ايه يعني بيستخدمها الاخوان بشده، فكره اللجان الالكترونيه، اليوتيوبر، السوشيال ميديا، بعض القنوات، بالاضافه ده بالنسبه للناحيه الاعلاميه، وبعض المنظمات الحقوقيه اللي هي بره اللي بيحاولوا او هنا برضه اللي بيحاولوا انهم ينفذوا من خلالها عشان ايه يصعدوا قضيه ما، يحاولوا ان هم كانوا في فتره من فترات طبعا فشلوا فشل ذريع ان هم يصعدوا ويدولوا قضيه ايه قضيه رابعه، انت عارفه رابعه دي كان الهدف الرئيسي بتاعها ايه؟ هقول لك حاجه لا تتخيليها، ان نقطه رابعه دي كانت معموله خصيصا عشان يبقى دي ينظر اليها كانها دوله موازيه دوله داخل لو احنا فاكرين كان انعقد مجلس الشورى ما بين قوسين اللي هو مجلس الشورى اللي كان ايام الاخوان مش مجلس الشورى الاخوان اللي هو مجلس الشورى اللي هو انعقد في رابعه ليه؟ عشان هو كان عايز يدول القضيه عشان يبقى في ايه بقى؟ في نظامين للحكم، في نظام اللي هو دوله رابعه وفي نظام اللي هو دوله 30 يونيو، فبالتالي ايه تدول القضيه ونخش بقى في ايه محكمه جنائيه دوليه، هو كان عاوز القصه دي المغزى الرئيسي لفكره ايه رابعه وفشلت. فلذلك توقيت فض رابعه كان توقيت ممتاز، انك انت لو الموضوع طول عن كده كان هيسمح بقى ايه الموضوع يتمدد بقى وبتاع وايه، وهو كان دائما كان في يعني ايه استقواء بالخارج، والخارج بيحاول يساعده وبيحاول يمده وبيحاول ان هو ايه يزق في اتجاه انه يرجع تاني، لكن كل هذه المحاولات فشلت ذريع لتكاتف جهود الدوله الشعب المصري وجيشه وشرطته والى اخره، والوعي اللي احنا بنتكلم عليه فكره الوعي يا جماعه، الوعي ده مهم جدا، لذلك تاني اقول انا الوم على بعض القوى والاحزاب والنشطاء السياسيين اللي لسه يعني مش مدرك كنه جماعه الاخوان، يا جماعه القصه مش قصه سياسه، في فكره يا جماعه هذه الفكره تتعارض تماما اللي بيعتنقها مع فكره انه يمارس السياسه. لابد ان احنا يبقى لنا موقف واضح من فكره ممارسه السياسه، ربط السياسه بالدين، دي فكره صحيح. غير صحيحه، وشفنا الاثار بتاعتها يا جماعه، يعني اثار مش بس في مصر على مستوى المنطقه، يعني ده المنطقه خربت من هذه الفكره العقيمه، فكره ان انت تربط الدين بالسياسه، فبالتالي انت بتاخد شعبيه نتيجه ان انت بتاخد ايه بتدغدغ عواطف الجماهير والناس البسيطه، ما الناس كلها بتحب ربنا وبتحب الدين والدين دين الفطره، فلما انت تعرض نفسك على الناس فبتاخد شعبيه لا تستحقها، هي انت بتاخد شعبيه على الدين مش عشان انت اعرض نفسك كشخص بطولك كده بعيدا عن سكه الدين وشوف الشعب وشوف الناس هتقول رايها في ايه فيك، لكن انت تربط الدين بالسياسه وبالتالي انت طبيعي احنا بشر فهنرتكب اخطاء، الاخطاء هتنسب لمين في اللحظه دي؟ للدين صحيح، مش هتنسب ليك انت يا يا يا, يا استاذ. فبالتالي هذه الفكره خاطئه بالمره، لابد احنا نفصل فصل ايه تام، ايه القوه والبعض الاحزاب اللي لسه شايف ان جماعه الاخوان فصيل سياسي، لا لازم يقف وقفه القصة. بص احنا كافراد اي فرد يمارس السياسه براحته، لكن فكره ان يبقى في جماعه او حزب منشاه او منبته فكره ان الدين في الموضوع دي غلط. فانت كون ان انت ترتضي هذا لا انت لازم تراجع نفسك. طيب انا هتوقف مع حضرتك عند التعبير اللي ذكرته وهو استجداء الدعم من الخارج والاستقواء من الخارج، ويمكن بعد الفاصل هنتكلم ايضا عن استخدام مساله ادعاء المظلوميه طول الوقت كسلاح في هذه النقطة تحديدا، سواء
في استجداء الخارج أو حتى استهداف المواطن. ولكن بعد الفاصل ابقى معايا أستاذ إسلام الكتتني خبير الحركات الإسلامية، وتفضلوا بالبقاء معي بعد هذا الفاصل، نعود ونستكمل حوار. أهلا بكم مرة أخرى، وبنستكمل حديثنا مع الأستاذ إسلام الكتتني خبير الحركات الإسلامية. أستاذ إسلام، قبل الفاصل توقفنا عند النقطة الخاصة بالاستقواء بالخارج، نعم، وباستخدام ورقة المظلومية وادعاء المظلومية طول الوقت. هذه الجماعة، يعني الباحث في التاريخ الإسلامي السياسي بشكل عام، بيجد أنه على مدار تاريخها استخدمت هذه الورقة تحديدا أكثر من غيرها. لو حضرتك توضح لنا هذه النقطة. ده أمر يعني المشاهدين يعني يشاركوني في 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 هذا الأمر، أنه يعني بأمر خلاص بقى من المؤكد. يعني احنا شفنا النشأة نفسها، يعني النشأة كانت تثير علامات الاستفهام، انك انت سنة 28 وتقبل ال 500 جنيه يعني من المستعمر او قناة اللي هو مسؤول عن قناة السويس في ذلك الوقت ويتبرع، يعني حتى تثير علامة استفهام، ايه اللي يخلي مستعمر ومحتل يعني يتبرع ليك ب 500 عشان قال ايه تعمل مسجد ومركز للجماعة؟ يعني ما دي بتثير علامة استفهام يعني، فدي دي دي البداية يعني. فمن منذ النشأة كان في استقواء يعني، فدي حاجة الحق. وكان برضو من ضمن الحاجات يعني المحتل اللي مش غبي البريطاني، يعني قال لك ايه، في شعبيه جارفه لحزب الوفد في ذلك الوقت، طب ما حلو، ما نجيب الناس دي ونضرب بها مين؟ شعبيه مين؟ شعبيه الوفد. وبالتالي ابقى انا ايه في، فده كان يعني اعتقد ده اللي كان من ضمن، زائد طبعا استغلالهم لتفتيت على المدى البعيد، تفتيت ايه المنطقه، فايه ففكره ان انا يعني كانوا اداء للانجليز وفكره الخلافه ومش، طب حلو قوي الناس دي ايه نستغلها ونضرب بها بقى ايه في المنطقه، بحيث ايه على المدى البعيد إيه فكره اللي هو المخطط للشرق الاوسط الكبير، ويحصل انقسامات في المجتمع. حتى لو المخطط ده ما كانش موجود في ذلك الوقت في التفكير في تفكير وادبيات المستعمر، لكن فكره ان يحصل انقسام في 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 في, في المجتمع. لذلك اللي هو الشيخ الصوفي اللي هو الشيخ الطريقة الحصافية، اللي هو البنا كان في بدايته يعني مر على الطريقة الحصافية، فلما عمل الجماعة الشيخ الحصاف قال إيه ده؟ ده أنت هتعمل فتنة في المجتمع. وبعدين تعالى نحسبها من منظور آخر، أنت بتقول والله إحنا جماعة تدعو إلى وحدة المسلمين، طب اللي أنت بتعمله ده بيعمل وحدة؟ أنت جيت أصلا وعملت إيه؟ زودت الفرقة والشقاق والكلام زي كده. على سبيل المثال، فاكرة في بداية يعني إحنا في بداية حديثنا بنقول الجماعة دي نظرتها للديمقراطية هي لا تعترف بالديمقراطية، بدليل أنت لما جيت وبدأت تدعو للفكرة بتاعتك، أنت لم تكن تعترف بالحياة الحزبية وبتعدد الأحزاب وأنكرت ذلك، في حين تصريح دي التناقض بتاع الإخوان برضو، تصريح شهير أو من ضمن المقولات الشهيرة في أدبيات الإخوان يقول لك إيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الله، مقولة جميلة، تمام. هي مش الحسن، هي كانت تقريبا للشيخ رشيد رضا هو تبناها. طب انت على ارض الواقع المفروض انت الكلام ده ايه يمتد لكل الناس المختلف معها، انك انت بتعذرها في النقاط، يعني ايه النقاط اللي احنا مختلفين نعذر بعض والنقاط المتفقين نبقى مع بعض حبايب. لا، ما فيش الكلام ده، الكلام ده اصلا خاص بمين؟ بالاخوان، داخل الاخوان يعني. يعني التصريح ده للايه؟ للاخوان اللي داخل الاخوان، للاخ يعني. لكن على ارض الواقع هو ما كانش يعترف بالحياه الحزبيه اطلاقا، وكان بيعمل صدامات كتير، كان عدو. ده هحكي لك قصه لمولانا فضيل الله يرحمه الامام الشعراوي. الامام الشعراوي في بدايته وهو صغير انضم في البدايات خالص يعني للاخوان، فكان الشيخ الشعراوي ايه مؤيد لحزب الوفد، فكان بيحضر الخطب والندوات كان في الوقت ده النحاس باشا يعني، فايه فهو كان معجب بقى بالنحاس باشا، والنحاس باشا كان ايه، كان شخصيه بسيطه والناس كلها بتحبه، وكان شخص يعني ايه يعني مثال للسياسي النظيف اليد. المهم، فكان حضر خطاب ليه وجي يقول للاخوان يا سلام النحاس باشا، يعني حاجه محترمه وجميله، وبيشكر وبيثني عليه. الاخوان سمعوا الكلام ده، بلغوا طبعا القياده حسن البنا وبتاع، عملوا له قعده، انت يا عم انت ايه اللي انت حزب وفد ايه وبتاع ايه؟ قال لهم النحاس ده، النحاس ده راجل وطني وبتاع. قال له ده عدونا، ده العدو بتاعنا. تخيلي يعني شخص يعني لا يعني امر مفروغ منه انه كان راجل وطني وكان راجل نظيف وله شعبيه ضخمه في الشارع المصري وتاريخ وثوره 19، لكن عشان ده يمثل تهديد عشان هم عايزين يعملوا شعبيه، فقال لك ده العدو بتاعنا. قال لك مش لاعب،
ومن ساعتها ايه ترك الجماعه ده الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله. فهم لا يعترفوا بفكره وجود اخر. كل الكلام اللي احنا كنا نشوفه في السنوات الاخيره الاخوان ان هم بداوا يعترفوا بتعدد الاحزاب لما اصدروا وثيقه 2004 2005 والمراه ومش المراه كله ده عشان كانوا في الوقت ده بيقدموا نفسهم مش لهنا للغرب لامريكا، لان طبعا كان المخطط بيقول ايه؟ احنا عايزين نستبدل الانظمه الموجوده في ذلك الوقت في المنطقه العربيه ونجيب جماعات الاسلام السياسي. طب مين يعني اللي هو ليه شعبيه في جماعات الاسلام السياسي؟ نجيب الاخوان. فكان لازم يظهروا بمظهر ايه؟ ان احنا بتوع الديمقراطيه ونعترف بتعدد الاحزاب وعايزين نعمل حزب سياسي، في حين ان هم يعني قبلها بسبع ثمان سنين الباب لدخول الحياه السياسيه كان لازم يمر بالاعتراف حتى ولو بشكل ظاهري بهذه ده لغايه سنه 2000 كانوا بينكروا ذلك تماما. بعض الشباب اللي هو يعني انفصل معاهم في هذا الوقت وعملوا حزب سياسي في ذلك الوقت هم قالوا ايه ازاي وبتاع وانتوا بره واحنا لا نعترف وكلام زي كده. فهي كلها شعارات لا محل لا وجود لها في 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 كنه الجماعه. هي كلها مجرد شعارات بس براقه. طب على سبيل المثال، هل في فعلا داخل الجماعه من ادبيات الديمقراطيه هل في فعلا شورى؟ لا، كل الناس اللي بتصعد للمناصب القياديه مش بالانتخاب، بالتعيين. بالتعيين، ما فيش حاجه اسمها بالانتخاب. وحتى الانتخابات اللي بتتعمل تبقى صوريه. ده يعني مره محمد حبيب من اسباب ان هو ترك الجماعه، الراجل كان يعتبر خلاص هيبقى هو المرشد، فخلاص يعني كان بيتصرف كان نائب المرشد. فعمل هو طبعا يعني كان عايز يعمل اصلاحات وكلام زي كده من وجهه نظره في ذلك الوقت 2009 يعني. فايه فراح عملوا تمثيليه بحيث ان هو يبقى ياخد اصوات اقل وبالتالي يسقط، ويجيبوا مين ويصعدوا مين؟ صعدوا بديع. خلي بالك بديع عشان كان نظام خاص. هذه كل القصه. فيعني الجماعه دي يعني حقيقه حقيقي فعلا كل ما تغوص وتدخل جواها فعلا انت بتصاب بالذهول. هو وفي بالفعل تناقض كبير، الازدواجيه طول الوقت، ازدواجيه في كل في الخطابات، في المواقف، في التعاملات، ازدواجيه طول الوقت، خطابين طول الوقت، خطاب للعامه، خطاب للخاصه، خطاب للغرب، خطاب هنا لداخل مصر. ما فيش حاجه ثابته تقدري ان انت تقولي ايه الجماعه دول والله ايه صادقين عشان تقدر تقول عليهم صادقين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحوار، استاذ اسلام الكتتني خبير الحركات الاسلاميه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. وتحيا مصر. طبعا تحيا مصر. في الختام مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة، طبعا تغطيتنا مستمرة معكم على مدار الساعة في إكسترا نيوز، شكرا لكم على حسن المتابعة.